كمان معانا الخبر ده الحقيقه مهم جدا، لان وقع اللواء عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب لشركه تنميه الريف المصري والدكتور ايمن حموده مدير معهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعيه بوزاره الزراعه اتفاق يقوم بموجبه المعهد بتوريد 84,000 شتلة زيتون للمنتفعين بمشروع المليون ونصف المليون فدان. زي ما حضراتكم عارفين ان مصر تقدمت بشكل كبير جدا يعني في زراعة الزيتون، عشان كده احنا محتاجين ان احنا يعني نعرف تفاصيل اكتر. معانا دكتور محمد عبد شكور رئيس قسم بحوث الزيتون بمعهد البساتين. يا دكتور محمد تحياتي لحضرتك ورمضان كريم. مش عنك طيبة. وحضرتك بألف خير. احنا عارفين ان مصر يمكن تقدمت اماكن كبيره يعني عالميا بشكل كبير في زراعه الزيتون، لو نتكلم اكتر عن يعني الثروه دي بشكل اوضح للساده المشاهدين، وايه اللي حصل في التفاصيل مؤخرا؟ طيب لحين بس نعود من جديد للدكتور محمد. زي ما قلت لحضراتكم ان يعني في اتفاق بيقوم بموجبه المعهد معهد البحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة بتوريد 84,000 شتلة زيتون للمنتفعين بمشروع المليون ونصف المليون فدان. طب ايه العائد من المشروع ده؟ العائد كبير جدا الحقيقة، هنعرفه أكتر مع دكتور محمد إن شاء الله لما يرجع لنا. وده بيحصل برضو ضمن مبادرة دعم زراعة الزيتون بمنطقة المغرة اللي أطلقتها شركة تنمية الريف المصري الجديدة. دكتور محمد تحياتي لحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. لو حضرتك تكلمنا أكتر عن العائد من المشروع ده وإيه تفاصيله؟ هو بتاريخ 29/3/2021 تم توقيع بروتوكول ما بين معهد بحوث البساتين مركز البحوث الزراعيه مع رئيس بخصوص توريد 84,000 شكل زيتون اصناف مختلفه للمنتفعين المزارعين اللي موجودين في منطقه المغرب. حوالي 15 منتفع، كل منتفع بيستفيد بحوالي 5600 شكل. 5600 شكل دول بيغطوا زراعه 40 فدان بالنسبه لهذا المنتفع. المعهد كمعهد قدم دعم لشركه الريف المصري بخصم حوالي 20% من قيمه الشتله دي للمزارعين مساهمه منه في النهوض بالمزارعين والتوسع في مشروع المليون ونصف فدان في منطقه المغرب. من خلال الاتفاقية او البروتوكول دوت المعهد مش بيقدم الشتلة بس، لا ده احنا من خلال مشروع مطبق ما بين المعهد وأكاديمية البحث العلمي مشروع التعظيم الاقتصادي المستدام لاشجار الزيتون، احنا بنروح للمزارعين وبنعمل ندوات رئيسية ومدارس حقلية عن التقنيات الحديثة لزراعة الزيتون بداية من انشاء البستان للزراعة. يعني افهم من كلام حضرتك ان مصر كمان اتقدمت بشكل كبير في الخبرة نفسها في زراعة الزيتون. مش الخبرة بس، احنا بنروح للمزارع على أرض الواقع بندي له الإرشادات اللي المفروض يعملها بداية من إنشاء البستان لغاية الحصاد. طب الاستجابة إيه بقى؟ من المزارعين؟ الاستجابة لا، في استجابة من المزارعين، لا في استجابة من المزارعين، وخصوصا إن احنا بنروح لهم لغاية عندهم، يعني مش بنديهم المعلومة بس من خلال الحوارات التلفزيونية واللقاءات الصحفية والندوات والحاجات دي، لا احنا بنروح لهم من على ارض الواقع بندي لهم التوجيهات من قبل ما يزرع يعمل ايه ويسوي ايه ويعيد ايه ويعمل ايه. طيب الاستجابه اللي خاصه من اهالينا من المزارعين فرقت بشكل كبير في جوده الانتاج؟ لا حضرتك، لا لسه مزارع تحت الانشاء لسه في السنه الاولى، يعني لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، بس اكيد في اشراف على المناطق دي. لما بيبدا صح يبقى في الانتاج ان شاء الله هيبقى صح، يعني البدايه هتبقى مبشره. يعني حضراتكم بعد ما بتدي لهم النصايح دي وتروحوا مشكورين لحد عندهم، مش بيبقى في بعض اللجان كده بتراقبوا التنفيذ اخباره ايه؟ هل فعلا اتبعوا النصايح ولا لا؟ لا طبعا بنتابع، يعني كل اسبوعين كل 10 ايام بنبقى متواجدين عندهم، يعني في الشهر على الاقل بنروح مرتين. ومغطين منطقه المغره ومغطين منطقه غرب المنيا. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمد عبد الشكور رئيس قسم بحوث الزيتون بمعهد البساتين.